يا سلام يا سلام على العز والفخفخة والقبهة. عقبال ما اشوفك يا فرج يا رب فنان كبير وغني. يا لهوي هتموتني يا مفتري. لا ده كتير قوي اللي يحصل في البيت ده. فهمنا اللي بيحصل في البيت ده. استنوا استنوا، ايه في جريمه قتل بالتاني جوه؟ مالكش دعوه انت، ريح نفسك. ما الولوليه هتموت. ما تموت يا اخي انت بقى. لا انا انت قافله. تعالى تعالى هنا الله يخرب بيتك. انا عاوز اسيب الولايه تموت على اذنك. ده في يا فرج جوه ماجد؟ في يا فرج ما تخوفنيش، ما تعبنيش في يتكلم. ايه يا ابني مالك؟ في ايه؟ عايزين انت وهو؟ ده اختي معاهم يا ستي، ما فيش فايده. في ايه؟ ما تنطق بالراحه. حاضر هقول لحد. اصل انا واحنا اللي رد عليا انت كلمني في ايه؟ حاضر يا ستي بالراحه. انا اصلا كنت جاي اظبط معاكي فلقيتك متظبطه على الاخر. متظبطه ازاي يعني يا فرج؟ اسكت انت اسكت. فهل عندك وقت تظبطي معانا تاني ولا ايه الحكايه؟ تظبطوا معايا ان شاء الله. يعني هتظبط ايه يا حسره؟ الاغنيه. اغنيه ايه يا عيني؟ الاغنيه يا ست اللي هترقص عليها بالليل. انا هحكي لك. بصي ايوه وانا ايوه وانا ايه ولا تحكي ولا احكي لك. انا مش فاضيه دلوقتي. فاضيه ايه؟ لازم نتفق على الاغنيه. احنا هنتفق يا بابا في الكباريه. طب لطفي. اصل لطفي مالكوش دعوه بلطفي. سيبوه لي. يلا بقى يا حبيبي انت وهو، خليكوا حلوين في ايدي حته شغل. صدقني انت ربنا يكرمك. انت الله يخليك. ربنا يجعلك سوق احسن منك. الله يخليك يا حبيبي. يلا 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 يلا. انا لحنت لبنت البنت فينك من زمان، يلي شكلك وشك بقك مليان حنان. انا لحنت لبنت جادية. يا شادية. ايوه يا شادية. ايوه ايوه يا مميزه. ايوه هي بنت اللي عملت نفسك ده. البنت بتاعت فيلم بناتي وومن. ايه بناتي وومن؟ كانت عامله زي كده بس كانت لابسه فستان. ايه بقى عريان خالص خالص. يا بنت بقى ما تبطلي هبل وبطلي حكايه السينا دي. الله، انا مش قلت لك هلاقي لك حل لمشكلتك؟ والقديم طبعا. ده انا مميزه والاجر على الله. بجد يا مميزه؟ ايه هو فين الحل ده؟ اهو اهدى. اشتريت لك ترمس، 2 كيلو ترمس وكيلو فول وربع بليله. ترمس ايه يا ام بيسه؟ بقولك عايزه انط لفوق تقولي لي ترمس؟ هي تكه لو علقت وانا حاسه انها هتعلق الليله. وش معنى الليله؟ اصل انا يا ام بيسه ناويه انزل الزمالك والدنيا صيف والزمالك كده كده. اسمعي يا بنت، لا زمالك ولا اهلي. خدي خدي جربي الترمس وبعد كده قولي ام بيسه قالت لي. ترمس ايه؟ هاتي يا اختي اللي عايزاها من البيت. شعرك احلى مليون مره. عشان خاطر ام بيسه لازم تنزلي معايا. هسرحك بالترمس. ترمس شايفين؟ عاجبك يا تلوني؟ بنت يا شاديه، انا جات لي فكره كانت غايبه عن بالي خالص. ايه؟ هتنططني لفوق؟ هتخليكي بني ادم وتتكني وتبطلي صرمحة. ايه هي؟ ربنا يسترك. هجوزك الواد فرج. فرج مين؟ هو في كان فرج يا بيت. فرج بتاعنا وهو انتو ستر وغطى على بعض. بتضحك على ايه؟ مقصوفة الرقبة انت. فرج فرج يا مبيسة. فرج ماله؟ فرج ابن حلال. وبعدين لا هيسألك على فصلك ولا اصلك ولا جاية منين ولا بنت مين. طب ما هو في الفيلم برضه ما سألهاش، عجبته واتجوزها على طول. ايوه يا اختي، بس هنا بقى بيسألوا ويتقاصوا. وبعدين ماله فارق؟ ثم قلت لك 1000 مرة قبل كده بطلي بقى حكاية الأفلام دي اللي هتجيب أجلك دي. أيوه يا مميزة، بس فرق فرق ده زي أخويا. وبعدين دول الرجاله دي اسيبها لمين؟ دول ملزوين على الحيط، لكن فارق ماشي على رجليه. اجهزي يا حبيبتي، اجهزي ويلا عشان تسرحي معايا بالترمس. ترمس وفرق ده خبطتين في الراس تعور. المشوي المشوي يا حمام، يا اكل الاكابر يا مشوي. طريقتك يا ترمس ترمس.
طري قلبك يا ترمس. ترمس ترمس يا مبيسة. مالك يا بنتي يا شادي؟ مالك تندهي من غير نفسك كده ليه؟ يا اختي افرديها افرديها عشان ربنا يفتحها معاك. المشوي يا اهل الاكابر يا حمام. ياكل الغلابه وانت معاه. يا فتح يا عليم يا رسايا كريم شطاب. ده انا هروقك على الاخر، اعشيكي كباب وادخلك السيما لو تحب. كل ده بعشرة جنيه رحمك. اسحب. استني بس، احنا لسه قلنا حاجه. ما هي باينه من اول. يلا يا اخوي طريقه ضحك. الله يا جميل، كل حاجه بالخناق الا باب الاتفاق، وكل اللي هتطلبيه تحت امرك. ها قلت ايه؟ استناني ثانية ورجعان. بيسا شفت الواد ده؟ بذمتك مش فيه شبه من الواد الاسمر سيكي بوتيه بتاع مدرسة المشاغبين؟ ده باين عليه ما اشفر على الاخر. لا يا اختي بحفظته مليانة. يا بنتي يا بنتي انا خايفة لا يضربك زي اللي فاتوا، مش كل مرة تسلم من جرة. خافيش عليا، المرة دي عاملة حسابي، معايا برشامة هتجيب داغه. يا دي المصيبة. نسيتي خليت ترمس معاك. نسيتي. وانت ظروفك ايه بقى؟ انا ظروفي مية مية بالصلاة على النبي. انا بقبض مؤدب. مش هتقدر تغمض عينيك.